بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم يا شباب وشبابك مساء الخير طيبين. معكم تلقى قسم مدريد. قبل ان نبدا المقطع صلى على حبيبكم فضل الله صلى وسلم على حبيبنا محمد اجمعين. طبعا عندكم جلتش ما ادري ايش يسميه صراحه, جلتش سبايدر مان مش جلتش العنكبوت, ما ادري ايش يسمي المقطع, لكن الزبده انه جلتش وبس في ماب تيراس او تيريس من شيء زي كذا. شو تسوون الماب هذا اللي اخر واحد الكلاس شو تحطون الدرع السلاح, هذا السلاح اللي يجوز لك بركات ما عليكم. من ندخل الحين شو تسوون؟ تمشون اي مكان رسمون لكم فيه تمشون. الحين اوريكم الموقع. تمشون. هذا اخر موقع. شوف الخريطة, هنا الموقع. شو تسوون الحين؟ تحطون الدر معكم, تعطون R2, بعدين تنقزون, بعدين دائرة عشان يثبت. تسوون دائرة, ثم تنزلون على شوي تحت, تضغطون اكسات, تنزلون على شوي تحت, تضغطون اكسات عشان تطيح تنقز بسرعة. ثم اكسات دائرة. لا ايوه لا بغت تنفع تو. اكسات 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 اكسات, ثم دائره, ثم ننزل تحت اكسات 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 دائره. شفتوا؟ ثم ننزل تحت اكسات 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 اكس 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 اكس, ثم دائره. شفتوا هذا الجليتش هذا؟ شوفوا الحين, يعني اي واحد تلعب سير تلعب اي شيء, يعني اذا لحقت توصل هالمكان تتفوا من هنا من بعيد منا وهم يدرون عنك. وإذا جاك واحد يطلق عليك أبد حط الدرع ونتفه. ها نتفهم, يفضل إنك تكون معك مشطين أو زي كذا, مشط زيادة أو أي شيء, مع إنه أتوقع إنه يكفي. أتوقع في بومب قريبة هنا أتوقع. وبس هذا اللي عندي اليوم. أتوقع إنك كنت تسلك سبحان الله وحمد سبحان عظيم, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت الظالمين فأمان الله.